أحسن الله إليكم. يقول هذا بالنسبة لأداء العمرة عن الوالدة أو والدي الحيين، هل هذا جائز؟ لا يجوز إلا إذا كان عاجزين عن فريضة الإسلام من حج أو عمرة عجزا مستمرا لا ينتظر أن يستطيع بعد ذلك، فإنه يجوز لك أن تحج عنهما، ويجب عليهما هما أن ينيب من يحج عنهما حج الفريضة، أنت أو غيرك. نعم.